اسمعي محمد. انا كاني علي. سنقول اعدادي اصغر. انا جاي النهارده عشان ارفض ان مصر تكون عزبه لحد او ملكي اي حد، وعشان ارفض ان الدستور يسيطر عليهم جماعه او فلسطين مهما كان. احنا ما خرجناش من دوله عسكريه عشان نخرج لفاشيه دينيه. يعني فاشيه دينيه؟ انا ما اعرفش يعني ايه فاشيه اصلا. يعني ان فاشيه دينيه هي ان انت تستخدم الدين اللي انت عايزه، وتتشدد في الدين، وتعمل حاجات باسم الدين، والدين ما بيتاخش كل دوت. مين علمك الكلام ده؟ في الازهر ولا انت؟ لا انا عارفه منين. بسمع كلام من ناس كتير، وانا عن نفسي لي عقل وعقل يعني. بقرا الجرايد، بخش على النت. انت شايف ايه علي مش حلو في البلد وعايزه يتغير؟ سياسيا ولا اجتماعيا؟ اجتماعيا لازم مطلوب الصوت تحقق عيش وحريه وعداله اجتماعيه وكمان سنيه. العيش مفيش خالص، الحريه لسه الشرطه بتسحل الناس والسجون. العداله الاجتماعيه ازاي يبقى مذيع بياخد 30 مليون جنيه وفي ناس بتاكل بالزباله؟ سياسيا فين الدستور اللي بيعبر عننا؟ الدستور اللي بيبقى فيه نساء نص المجتمع اصلا، نساء نص مجتمع مصر، ازاي ممثلين في الدستور سبع سيدات وستة منهم اخوان؟ حاسسهم يعني هيعملوا حاجة في الدستور. ما بني على باطل فهو باطل. حتى لو الدستور حلو، وتشكيل وحش يبقى يطلع وحش. ما انت ما تجيبليش 80 مادة مضاد وتجيب لي 20 مادة هيبوظوا البلد وتقول لي ده دستور. شفت المسودة يا علي؟ قريتها فين؟ على الانترنت؟ بيقولك ان الست زي الرجل في كل حاجة فيما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية. طب في حاجة احكام الشريعة الاسلامية بجوز ان الراجل يأدي بمرته، وده ما يجوش في المجتمع. ليه المشكلة يعني؟ لا ما ينفعش يعني انا ما اجيش اقرب مراتي اسحلها وتبقى على وشك الموت وتقول لي ده تأديب. ده مش تأديب، ايه تاني؟ مش عارف. استعباط. باطل، لانه اصلا بلد الشعب اللي عمله كان باطل. باطل دستوريا وشعبيا وكل حاجة. واحنا كلنا عارفين كان قايم على ايه. كان قايم على استخدام الدين في السياسة، ودعاة المساجد كانوا بيرشدوا تيار معين، وكان قايم على الزيت والسكر، وكان قايم على حاجات كتير.